اسمح لي رحيم الفرنسية ومن على هذه الجريدة نستأنف مع هذا الخبر لو ديوكسيد دو تيتان بيانتو انتيردي دون لي زانيمو دون تو لي بيي اوروبيان. لو ديوكسيد دو تيتان بيانتو انتيردي دون لي زانيمو دون تو لي بيي اوروبيان. إذا نتكلم عن مادة تسمى لو ديوكسيد دو تيتان بيانتو انتيردي بيانتو انتيردي أن قريبا ممنوعة قريبا ممنوعة المقصود أن قريبا ستمنع دون زاليمو المقصود هنا أنه سيمنع استعمالها دون زاليمو في المواد الغذائية دون تولي بي أوروبيا في كل البلدان الأوروبية. الديوكسيد دو تيتان أو إيه 171 أو إيه 171 الديوكسيد دو تيتان نتكلم عن مادة تسمى بهذا الاسم، نتكلم عن مادة تضاف إلى المواد الغذائية أو تضاف إلى الأدوية أو إلى المجملات تسمى لو ديوكسيد دو تيتان أو يرمز إليها بـ E171 sur les étiquettes يرمز إليها بهذا الاسم sur les étiquettes على البطائق أو على الرقع التي تعلق بالعلب. إذن لو ديوكسيد دو تيتان اي تيتيليزي، نتكلم هنا عن هذه المادة اي تيتيليزي أنها تستعمل دون دو نومبغ برودوي، تستعمل في عدة منتجات ألمنتيغ غذائية أو كوسميتيك أو تجميلية. لا كوميسيون أوروبيان فيادو دوموندي لانتيرديكسيون de son utilisation dans les aliments dans tous les pays européens dans les aliments dans tous les pays européens. Et dans la Commission européenne, نتكلم عن اللجنة الأوروبية أو المفوضية الأوروبية vient de demander أنها طلبت قريبا، أن طلبت مؤخرا بمعنى آخر، vient de demander أنها قريبا أو أنها مؤخرا طلبت l'interdiction طلبت المنع دو سون اوتيليزاسيون منع استعمالها دون لي زاليمو استعمالها في التغذية دون تو لي بيي اوروبيان في كل البلدان الاوروبية. ديوكسيد دو تيتان هذه المادة ديغيغ سومون وراء هذا الاسم بمعنى اخر وراء اسم ديوكسيد دو تيتان. عندما ننطق هذا الاسم علينا ان نعرف بان وراءه derrière son nom وراء هذا الاسم se cache un colorant يختبئ un colorant يختبئ ملون le E171 هذا الملون يرمز اليه بهذا الرمز très utilisé انه يجيب مستعمل dans l'industrie agroalimentaire. اذا هو يستعمل بكثرة في الصناعات الغذائية notamment dans les bonbons خاصة في الحلويات certains plats industriels وبعض الأطباق الصناعية certains plats industriels وفي بعض الأطباق الصناعية mais aussi des médicaments ولكن أيضا حتى في الأدوية مثلا de l'Ibuprofène Advil Spasfon. إذن كل هذه المواد أنها تتضمن ديوكسيد دو تيتان pour leur donner une belle couleur من أجل أن يعطيها لونا جميلا. إذن طبعا هذه المادة تضاف إلى هذه الأدوية، تضاف إلى هذه الأغذية، تضاف إلى بعض مواد التجميل من أجل أن تعطيها بريقا ولونا جميلا pour leur donner une belle couleur و intensifier leur brillance. إذن pour leur donner une belle couleur من أجل أن تعطيها لون جميل و intensifier leur brillance. Le verbe intensifier أنك تزيد في حدة شيء، أنك تجعل شيئا إذن أنك تزيد في حدته طبعا هنا و intensifier leur brillance أو من أجل تشديد كما نقول بريقه. إذا نتكلم عن هذه المواد سواء بغرض إعطائها لون جميل أو من أجل الزيادة في بريقها
طبعا نضيف هذه المادة السرفان دو نانو بارتيكول. طبعا هذه المادة المضافة هي على شكل سوفورم، كما نقول أن تحت شكل، المقصود أن على شكل دو نانو بارتيكول، إذن هي على شكل مواد جد دقيقة انفيريور ا 100 نانومتر، إذن هي أقل من هذا المقياس، إذن نتكلم عن شيء دقيق جدا انفيريور ا 100 نانومتر، إذن هي أقل من 100 نانومتر. Ce qui facilite leur pénétration dans l'organisme. Ce qui facilite leur pénétration dans l'organisme. Elle dit ce qui facilite. طبعا عندنا le verbe faciliter. On a le verbe faciliter. يعني أنك تجعل شيئا سهلا. مادام أن هذه المواد هي بشكل دقيق جدا. Ce qui facilite. هذا الذي يسهل leur pénétration. يعني دخولها دون لورغانيزم الجهاز، الذي يسهل دخولها الجهاز. لأ 171 يسوب سمدات كونسيروجين، إذا نتكلم عن لأ 171 يسوب سمي، إذا نتكلم عن المادة التي يرمز إليها بأ 171 المرمز إليها بأ 171 يسوب سمي، كما نقول أن مشكوك فيها دات كونسيروجين، مشكوك فيها بأن مسبب للسرطان أي دونجور بور لو سيستيم إيمونيتير، ثم أنها خطيرة على جهاز المناعة. إلي بورتون أوتوريزي سون دوز ليميت، إلي بورتون هي رغم هذا أوتوريزي مسموح بها أو مرخص لها، سون دوز ليميتي بدون نسب محددة، بدون جرعات محددة، بدون جرعات محددة. Dans pas moins de 50 familles de produits alimentaires. Dans pas moins de 50 familles de produits alimentaires. فيما لا يقل، فيما لا يقل عن 51 عائلة من منتجات غذائية. المقصود هنا بأن هذه المادة مرخص لها أن تضاف إلى مجموعة أغذية فيما لا يقل عن 51 نوع من الأغذية. Notre association de consommateurs UFC كوشوازير تسجل جمعية المستهلكين التي تسمى المسميات بي UFC كوشوازير، المسميات بي UFC كوشوازير التي تسمى بي UFC. ماذا نختار كوشوازير؟ ماذا نختار؟ ماذا علينا أن نختار؟ عموما هذا مجمل هذا المقال، نتمنى أن يؤخذ بعين الاعتبار في بلدنا نفس هذا القرار، نكتفي بالقدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.